النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الشارع وقال لك لماذا تحلق لحيتك؟ هتقول له ايه؟ قلت له عشان انا كده وشي جميل وحلو ومقطقط والكلام ده. هتقول ايه بالظبط يعني؟ ما انت لن تجد جوابا. فقبل ما تلقاه على الحوض هناك ويقول لك لما لم تفعل كذا وما عادش بقى فيه لا رجوع لدنيا ولا الكلام ده، حسناته وسيئاته هي دي العمله اللي هناك. قبل ان تلقاه على الحوض يقول لك لما لم تفعل كذا ولم يكن لك عذر، فلا تجد جوابا. انا عايزك النهارده تبيض وشك وترجع الى سنه نبيك صلى الله عليه وسلم وتتميز، يبقى عندك نوع من العز.